السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج صحتك بالدنيا، معي ومعكم زميلي وصديقي دكتور محمد نبيل، أخصائي العلاج الطبيعي وتأهيل العمود الفقري، حاصل على ماجستير في الكايروبراكتس من جامعة بيلفورد ودبلومة التغذية من المعهد القومي للبحوث. أهلا دكتور محمد. أهلا وسهلا أهلا بحضرتك. بحضرتك. موضوع النهاردة عن مشكلة صحية يعاني منها ناس كتير من الشعب المصري أو من الناس عموما. المشكلة دي مش بتصيب بس الكبار في السن، بل بتصيب برضو الشباب، وهي مشكلة الغضاريف العنقية والقطنية وعرق النساء. معانا دكتور محمد هيكلمنا في المشاكل الصحية دي، ويبدأ لنا بس حلقتنا النهاردة بإزاي يكلمنا عن العمود الفقري وتكوينه إيه. العمود الفقري هو مجموعة من الفقرات متصلة ببعضها فيما بينهم سبيس. السبيس ده بيكون فيه غضاريف، تمام؟ الغضاريف دي عشان تمتص الصدمات، وعلشان تساعد الفقرات اللي هي تتحرك، يوطي القدامي مايل يمين او شمال. عبارة عن ايه الغضاريف دي يا دكتور؟ الغضاريف دي بتكون هي عبارة عن سائل، تمام؟ السائل ده بيكون حاجة ممكن لو حصل مشكلة وضع غلط او حاجة، السائل ده يخرج لبره يضغط على العصب فيسمع مثلا في الرجل، لو هو في الظهر، لو في الفقرات القطنية، او لو في الفقرات العنقية يسمع في الايد. يعني الأعصاب بتاع الإيد والرجل طالعة من الفقرات ولا طالعة من طالعة من الحبل الشوكي، كل ده بيكون ماشي جوه الفقرات، تمام؟ فالغضروف ده موجود ما بين كل فقرة وفقرة، دي فقرة كده وفقرة كده، والصور معانا هتوضح شكل الفقرات ازاي والغضاريف ماشي، لو والغضروف في ازاي صور بيضغط، بنشوفها. تمام؟ طب وإيه المشاكل دي بتحصل بسبب إيه، أو المشاكل بتاع الفقرات العنقية والقطنية دي؟ مش في معانا صورة دلوقتي يا دكتور محمد؟ هي دي الشكل، اول صورة اللي هي بتبين لحضرتك دي كده، كل حاجة لونها اللون الاورنج ده الفقرات، والسائل البنفسجي اللي في النص ده هو ده الغضروف. كل الفقرات غضاريف طبيعية ما عدا اللي طالعة بره دي باللون الازرق، ده غضروف خارج بره، فده بيضغط على الاعصاب اللي بتكون واصلة في دي صورة للور باك، فبتسمع في الرجل لو هي عاملة نيرف كومبريشن. طب المشاكل دي سببها ايه، او ايه اللي بيؤدي لحدوثها في الناس؟ دي بيكون حضرتك سببها مثلا لو وضع غلط، شال حاجة مرة واحدة غلط، فالتوطية دي ويجي مرة واحدة الغضروف ده ممكن يطلع. ليها أسباب كتيرة، العادات السيئة، لو هو مثلا على طول بيقعد قعدة غلط، أو شغلته شغلة غلط، أو دايما بيشيل، زي كل ايه يا دكتور؟ شغلانات ايه اللي ممكن تأثر على الموضوع ده؟ يعني ازاي لو العيان لو يقدر واحد مثلا، لو مش شرط واحد، لو واحد رياضي، يعني تيجي في اي سن حضرتك، لو سنه كبير او سن صغير، تمام؟ لو واحد رياضي بيشيل مثلا، بيرفع البار وموطي جامد وبيشيل وزن، هتسمع طقه كده، ممكن الطقه دي ظهره بيشنكل فيها والغضروف يطلع، فيعمل له زي شوك ما يقدرش يتحرك. وبالاضافه لكده ممكن يضغط على العصب اللي هو السياتيكا، السياتيكا نيرف اللي هو بيعمل اللي بنسميه عرق النسا، مشهور وسط الناس يعني بعرق اي النسا. واحد مثلا بيشيل اوزان ممكن عرضة ان هو يحصل له الموضوع اي ده؟ حد عضلات ظهره ضعيفه او عنده مشاكل في ظهره، هي ما بتجيش مره واحده، تمام؟ يكون عرضه لكده. وبالاضافه لان مش كل الناس بيبقى عندهم غضاريف بتعمل لهم مشكله، ممكن يبقى عندك غضروف وما فيش تسميع، مش عامل لك راديكولو، بس مش مسمع في ايديك بتنميل او حرقان او في رجلك. قصدي حضرتك ان هو ممكن ما يحسش بيه في ساعتها، ممكن يحس بيها بعد وقت لا، طويل هو يعني؟ يكون عند حضرتك الغضروف بس مش عامل، يعني انت الغضروف طلع بره ضغط على العصب، بس مش مفيش كومبريشن قوي، فمش عامل لك تنميل. هي كل الناس يعني 90% من الناس بقى عنده غضروف، بس ما عندوش، مش حاسس بالمشكله بتاعته، بتظهر مع الوقت. طب ازاي يعرف المشكلة دي، او ايه اللي يخليه يكشفها بدري؟ اللي يكشفها بدري ويحدد انت فعلا عندك مشكله، لو عملت MRI، اشعه رنين مغناطيسي، هي دي اللي بتبين الغضاريف اذا كان في غضروف ضغط على العصب ولا لا. بس دي بتبقى مكلفه فما بنلجاش فيها في الاول. لو واحد بيشتكي من ظهره بس، ساعتها مش هنطلب منه MRI، لكن لو بيشتكي اللي فيه تسميع او حرقان في رجله، كده بالتاكيد في ضغط على العصب. طب وبالنسبة لدور العلاج الطبيعي في علاج الحالات دي، ايه هو او بيتكون من ايه؟ دور العلاج الطبيعي هو الاول بيكون، لو احنا عشان نحدد بس احنا هنتكلم عن ايه، لو هي مثلا مشكله في الفقرات القطنيه، تمام، وفي غضروف وفي تسميع في رجله، ده كده معناها في ضغط على العصب. عشان يبقى الكلام منطقي، بس لو الضغط، لو الغضروف ضاغط على العصب بس بنسبه قليله، يعني مش طالع ومازال متصل، اللي هو الغضروف ده حضرتك بيبقى عامل كده زي ما شفنا في الصوره، جزء بسيط خالص اللي طالع، تمام؟ لو لسه متصل بالغضروف ده بيتعمله علاج طبيعي، بحيث احنا بنرجع الجزء ده تاني مكانه بطرق معينه، في حاجه اسمها بوزيشننج، دي بترجع الغضروف تاني مكانه فما يضغطش على العصب. فانت بتبدا تحس تقريبا من اول جلسه او من تالت جلسه حسب السيفيرتي بتاعت الموضوع بالنتيجه. انت وانت بتعمل، واحد جاي لك رجله فيها نار ومنمله،
تعمل الجلسة، وانت في الجلسة بتعمله البوزيشن فبتخلي التنميل يروح. دي بتاخد قد ايه الجلسة دي، او بتاخد كام مرة، او هو بتبقى متوسط 12 سيشن، 12 جلسة، ويبقى العيان بيجيب معانا نتيجة كويسة جدا، ويبدأ التنميل اللي في رجله ده بيروح. طب وبعد ما بياخد ال 12 جلسة بيبقى كويس 100%، ولا بيبقى محتاج تاني، ولا بيبقى ايه؟ مش هنجزم نقول 100% بعد 12، ما في، هي ده متوسط يعني، بقول لحضرتك 12 جلسة ده متوسط، ممكن 24 جلسة بس ادم بيجيب معاك نتيجة، ادم المشكلة عندي بتقل، فيبقى احنا كده ماشيين في الرايت واي، احنا كده ماشيين صح. كل يعني كل جلسة بتفرق معاك التنميل، مش لازم يقل معاك التنميل من اول مرة، ده بياخد وقت. انت بقى غير كده وكده العيان مش بيجي لك اول ما رجله بتنمل، بيلف لفة الاول، يروح عند دكتور مخ واعصاب يكشف عليه ويشخصه، هو اللي بيطلب منه الام ار اي، وبعد كده اذا حوله. انت حضرتك وصل لك اللي انا عايز اقوله لك يعني. طب بعد ما بيخف وبعد ما يبقى كويس، هل هو بيرجع طبيعي تاني ويرجع شغله عادي، ولا بيحتاج تاني جلسات بعد كده، ولا بيحصل ايه، ولا بص حضرتك، هو كده كده ادام هو ظهرت عنده المشكله دي وتعالجت بالعلاج الطبيعي، فهو بياخد فتره خلاص بعد ما بقى كويس خلاص، بس بيبقى يستحسن يجي من فتره للتانيه يعمل فيها جلسات، دي بتريحه لو هي ظهر اي مشكله في ظهره، عشان ما يرجعش يحصل له نفس المشكله دي يعني تاني. العلاج ده مسكن ولا بيعالج فعلا المشكلة؟ لا العلاج ده بيعالج فعلا المشكله، لان انت بتدخل غضروف تاني مكان. هي حضرتك هي حاجة ثوابت، انت جاي عيان جاي لك عنده تنميل في رجله، تمام؟ بعد ما عملت له مثلا سي 12 جلسة، التنميل اللي في رجله ده راح، كده انت عالجت المشكلة، ما سكنتهوش، بيغيب عنك العيان ب6 شهور، على ما يرجع لك تاني يبقى ظهره وجعه او بدأ فيه تنميل تاني او حاجة، ومش لازم يكون نفس الديسك اللي دخل تاني، ممكن حاجة تانية او مشكلة تانية، فما نقدرش نجزم اللي هي، لكن ده بيعالج. انت حتى ممكن تعمل ام ار اي قبل ما تعمل الجلسات، وانت كده كده بتيجي بيها، وتعمل ام ار اي بعد ما تخلص الجلسات. طب في نصايح معينة حسب مثلا شغلانة كل واحد، أو في تمام. نصايح معينة الواحد يتبعها بعد ما يبقى كويس ويبقى سليم 100%، ولا إيه اللي بيبقى؟ يعمل تمارين طبعا، دي اهم حاجه، في تمارين، وكل عيان حسب البوزيشن اللي انت بتحدده. هو انا نسيت اقول لحضرتك، الرقبه لو في غضروف في الرقبه في 22 بوزيشن، هو ده لازم يكون واحد فيهم، وده اللي بيكون مفيش فيه ضغط على العصب. والظهر 12 بوزيشن، حضرتك بقى 12 وضع يعني. بتعرفهم وتحفظهم العيان، ولا انت بتوصل لكل عيان بيكون ليه بوزيشن واحد، لو هو عنده غضروف واحد بيكون بوزيشن ده الايديال ليك، ده المناسب جدا ليه، اللي بيخلي مفيش فيه كومبريشن على النرف، فبالتالي التسميع يروح. طب تمام. هو في ناس كتير بتقول احنا بنروح للعلاج الطبيعي لان احنا بنشوف قدامنا نماذج، في ناس عملت عملية غضاريف وما رجعتش سليمة، تمام. ف يعني الفكرة كلها ان ازاي ان هو يعمل امتى يعمل عملية وامتى ما يعملش، وفي مشاكل بتحصل بعد العمليات دي، في ناس بتيجي تقول ده احنا مثلا لقينا رجليهم فيها شلل فيها حاجة، ده بيبقى نتيجة ايه، او ايه اللي حصل؟ تمام. هو اللي بيحصل اللي انت امتى تروح تعمل عمليه، ودي ما بيبقاش فيه مفر من العمليه، لما بيحصل حاجه اسمها كومبريشن على الموتور نيرف، لما بيضغط على العصب الحركي، تمام، فبيحصل له مثلا دروب فوت، ما بيبقاش قادر يحرك رجله، كده انت الغضروف ده بقاله فتره طويله معاك وانت اهملته وما عالجتوش، فوصلت للمرحله دي، فدي نسبيا بيكون احسن له فيها، بيجرب الاول علاج طبيعي، لو قدرنا نخلي الحركه تبدا ترجع تاني في الرجل من غير عمليات يبقى يا ريت، ما حصلش يبقى لازم حضرتك ساعتها يعمل طب في عمليات. ناس بتدخل العمليات وترجع تقول احنا ما رجعناش زي الاول، وبرضه في مشكلة موجودة، بيبقى ايه حله، او ايه اللي بتكون العمليه ما اتعملتش صح، تمام، او انت بتقولي بيرجع عنده مشكله اكتر، لو هو مثلا داخل بيعرف يمشي وبعد العمليه بقى لا قدر الله جاله مثلا شلل، تمام، ده بيكون غلطه مشط، ممكن دي بتحصل، لو اصلح كل شيء وارد، تمام. في نفس الوقت لو هو الغضروف مثلا كان ضاغط على السباينال كورد، ضرب السباينال كورد، دي كل دي حاجات تعمل مشاكل. يعني ده متصل بالرجل ممكن يجيب له شلل في رجليه؟ ما هي حضرتك الفكره كلها الغضاريف دي كلها في الظهر، والاعصاب العصب ده بيكون خارج من الظهر، احنا معانا صور هتبين شكل الوجع بيبقى ماشي ازاي، خارج من الظهر العصب مثلا واصل لغايه الرجل اللي تحت. تمام. دكتور محمد، طبعا موضوع العمود الفقري ده حاجة مهمة جدا بالنسبة للناس كلها، تمام. ايه النصائح حضرتك ممكن تديها للناس، يعني او العادات الغلط اللي مجتمعنا كلها بيعملها بتؤدي للمشاكل دي، ايه هي العادات دي، وازاي الناس تتلافاها او الناس تبعد عنها؟ تمام. اهم حاجه العادات الغلط، الواحد بيكون عارف ازاي طريقه الشيل الصح، عايز اشيل حاجه اشيلها بطريقه صح، ما اوطيش مره واحده، الحاجات دي اتقالت كتير وبنقولها تاني، عشان احنا دي معانا صور يا دكتور، ايه حضرتك تمام، دي من المشاكل اللي بتحصل في الفقرات، بيكون في تاكل في الفقرات، ودي الغضاريف اللي هي الشكل الازرق ده،
ده الغضاريف ودي الفقرات، فبتكون متآكله فبتعمل اللي التهاب بعدها برضو، دي بتعمل مشاكل كبيره وده غضروف ضاغط على السباينال كورد. ده حضرتك مش الغضروف اللي زي ده طالع بنسبه بسيطه، مش لسه متصل، فده مش محتاجين ان احنا نعمل له عمليه، ده ممكن يرجع تاني يدخل مكانه جوه تاني في الساك بالعلاج الطبيعي. دي ايه يا دكتور؟ دي حضرتك ام ار اي، دي اللي هي اشعه الرنين، فبتبين ده الاسود، اللون الاسود اللي طالع بره ده الغضروف، واللون الابيض ده الحبل الشوكي. الغضروف ضغط على الحبل الشوكي تمام، تمام. اللي فده بعدها بيكون عامل تسميع في الرجل وعامل تنميل وحرقان، وده ده شكل عرق النسا بقى حضرتك، ده السياتيكا نيرف. اللي هو الاحمر ده ولا ايه؟ بالظبط الاحمر، بيكون بالظبط خط نار، هو ما اسموش عرق النسا بالستات، عرق النسا الواحد بينسى من كتر الالم. تمام. اللي بعده دي ايه؟ دي حضرتك يعني بيجيب لك صوره تفصيليه كده عن ايه، لو في غضروف عند الفقره L1 يبقى الشكل، اول صوره دي بيبقى الوجع في الجزء ده كده، لو L2 الوجع بيبقى نازل لغايه، لو اللي هي لغايه الجزء ده، لو L3 يبقى الوجع ما بين رجليك من جوه كده، لو L4 يبقى الوجع من عند السمانه من جوه الجسم، لو L5 بالمنظر ده. اللي بعدها ولو ده ايه؟ ده من احد الاوضاع اللي بنستخدمها، اللي بي بي بيقفل على الغضروف، بيقلل السبيس ما بين الفرتبرا وبيخلي الغضروف يرجع تاني مكانه. يعني ده اي حد ممكن يعمله عادي ولا؟ ده يعتبر اكستنشن بروجرام، مفيش فيه مشاكل، اي حد يقدر يعمله ما عندوش مشاكل، اللي بس بعدها ممكن ما يكونش هو ده الوضع المناسب لكل عيان، زي ما قلت حضرتك في الظهر 12 بوزيشن، فما نقدرش نجزم ان ده الوضع المناسب للشخص اللي احنا يعني بنتكلم ده عنه. وضع علاجي ولا ده حضرتك اللي ده وضع بتعمله؟ علاجي، لا انا اللي بعمله وبدرب عليه العيان. حضرتك برضو ما قلتليش ايه النصايح برضو اللي حضرتك تنصح بيها الناس عشان تتبعها، عشان العادات الغلط اللي بيعملوها يمارسوا يتلافوها رياضة، وكده. دي أهم حاجة، يمارسوا رياضة طول ما عضلات ظهرك قوية هي اللي بتتحكم وستريت وما فيش فيها أي مشاكل، دي برضو بتساعد ما يحصلش فيه مشاكل في الظهر. لو في عندك أي مشاكل لازم تحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، مش أنت كل يوم الصبح تصحى ظهرك يوجعك وتستنى تمام، ده كده ما ينفعش، لازم تبدأ تشوف حل للمشكلة دي. طب ليه في ناس اللي هم بيشتغلوا مهنة سواقة سواء تاكسي أو سواق بيبقى عندهم مشكلة دايما في الفقرات القطنية أو الفقرات اللي في آخر الظهر تحت؟ ده بسبب القعده الغلط، هو بيبقى قاعد فتره طويله، اللي هو الواحد شغال حضرتك سواء تاكسي بيقعد 6 ساعات مثلا على الكرسي العربيه قاعد وتاني نفسه عامل كده، ده ممكن يعمل ديفورمنت في الباك، ممكن يشوه العمود الفقري بتاعه اللي هو على طول واخد الاتيتيود ده، واخد الوضع ده تمام، فده بيعمل ممكن يعمل له انحناء في العمود الفقري. ده مع الوقت ولا؟ بس لما بتكتر وبتزيد والمده بتطول فبتعمل مشكله كبيره. طب والناس اللي بتستخدم كمبيوتر، في برضه مهندسين كمبيوتر كتير يقول لك انا عندي برضه مشاكل في نفس الموضوع. اغلبهم عندهم مشاكل في السيرفايكال في الرقبه، ده نتيجه الوضع اللي هو بيقعده كده قاعد على طول وحط ايده كده وبيحرك، فبيكون في عامل تنشن على العضله دي، المفروض الواحد يغير وضعه كل فتره، يعني حضرتك لو انت قاعد شغلك قاعد لازم كل ساعه على الاقل تقوم تتمشى خطوتين وتحرك ظهرك يمين وشمال وتحت لفوق، ما تفضلش قاعد ثابت فتره كامله. طب المشي بيفيد في الموضوع ده ولا لما المشي واحد؟ بيفيد البني ادم بشكل عام، بس يعني عايزين نبقى محددين هيفيد اي موضوع، لو واحد عنده غضروف هنخليه يمشي. معانا اتصال. استاذ مصطفى اهلا وسهلا. ايوه دكتور محمد مع حضرتك. ايوه يا فندم، اتفضل اتفضل يا ابو مصطفى. اهلا بحضرتك، بقول لحضرتك ايه؟ اتفضل يا فندم. انا عندي مشكله في الرابعه والخامسه معايا. تمام حضرتك، بس تبعد عن التلفزيون تمام، شويه وتوطي لما التلفزيون. بمشي 100 متر تمام 100 متر بس خلاص انهج واتعب، والشد عليا من رجلي من تحت لغايه فوق. تمام، في ايه اسئله حضرتك تسالها له؟ يعني فوق يعني لغايه الرابعه والخامسه. طب حضرتك وظهري اتكلمت على الموضوع؟ نص ظهري تعبان، حاسس ان هو تقيل وفي الم فيه. تمام ماشي يا استاذ مصطفى، شكرا. هو بيقول ان هو عنده مشكله تقريبا في نص ظهره وهي مسببه له مشكله في رجليه تقريبا. هي ادم عامله تسميع في الرجل، ادم في راديكيلو بس زي ما قلت لك في تنميل في الرجل، ده معناه ان في ضغط على العصب اللي واصل لغايه الرجل، والمشكله من الظهر، يعني في ناس ممكن تيجي ما يبقاش عندها مشكله في ظهرها، المشكله بس تسميع في الرجل، بس هي بتبقى اساس المشكله من الظهر، يعني هو لازم يشخص نفسه كويس الاول، يعمل اشعه رنين مغناطيسي يشوف فيه غضروف واحد ولا اتنين ولا تلاته، ولا المشكله نابعه منين بالظبط، ويبدا يحلها.
ونصيحتي ليه ما يبداش على طول، ما تفكيره ما يروحش عشان يريح نفسه من الوجع اللي هو يروح يعمل عمليه. جرب بالعلاج الطبيعي فتره الاول اسبوعين وشوف، لو جاب معاك نتيجه يبقى خلاص واي نوت اللي احنا نكمل علاج طبيعي لغايه ما تبقى كويس. بس في ناس بتروح مثلا، ما هو اللي هيروح لمين الاول عشان يشخصه؟ مش لازم يروح لدكتور بيروح عمود فقري؟ دكتور مخ واعصاب بالظبط. طب ما هو اكيد هيبقى الحل عنده ان هو يعمل له عمليه، ولا هيبقى ايه الحل؟ لا الحل حضرتك هو بيديله ميديكيشن، بيديله ادويه الاول، حاجات انتي انفلاماتري، حاجات مضاده للالتهاب، وباسط للعضلات عشان بيكون عنده ماسل سبازم، تمام، في تقلص عضلي، وبيخليه يتابعه بعدها باسبوعين، والمفروض بعد الفتره دي اول ما يعدي الاكيوت ستيج اللي هي اول اسبوع يبدا يعمل على طول بعدها علاج طبيعي. هو دكتور المخ والاعصاب في بيحوله بعض علاج طبيعي؟ الدكاتره، في بعض الدكاتره بتحاول، بتبقى عندها يعني في ناس واصله لها النقطه دي كويس جدا وعارف دور العلاج الطبيعي في الحالات دي بيعمل ايه، وفي ناس بتستسهل، او في ناس بيبقى هو ده الحل من وجهه نظره. يعني هو المفروض ان في اساس العلاج الحاله موجود العلاج الطبيعي وبعد كده. البروتوكول حضرتك اللي بيستخدم في جميع انحاء العالم لازم نبدا فيزيو، لازم نبدا علاج طبيعي الاول، ما ينفعش ان انا اعمل لواحد عمليه على طول. وبعد كده ممكن يدخل عمليه او ولا ايه اللي لو فشل معاك العلاج الطبيعي ومش مرتاح اعمل عمليه مفيش مشاكل، بس والعمل. لازم الاول تعمل علاج طبيعي، و90% او 95% من الحالات بتخف بالعلاج الطبيعي. طب هو بيعمل العمليات دي بيطلع تمام. منها برضو العيان سليم 100% ولا بيبقى في لا دي مشاكل حاجة وبتاع؟ فاهم اللي لا يعني بيحتاج بعدها علاج طبيعي برضو ولا بيبقى كويس لا وبيرجع هي تاني يمارس حضرتك حياته؟ المفروض لو هنمشي صح المفروض بيحصل له ريهابليتيشن قبل العملية، يعني انت بتأهله قبل العملية وبتأهله بعد العملية. الترميل مش بيروح أول ما يعمل العملية، العيان بيكون مقتنع اللي هو أول ما يدخل ويشيل الغضروف الترميل هيروح، لا طبعا، انت ده حاجة ملتهب، التهاب في العصب ده بقاله فترة، بياخد له من شهر ل6 شهور على ما الترميل يرجع يختفي، مش أول ما تعمل عملية التنميل هيختفي. حضرتك قلت لنا بتستخدم الكايرو براكتس في علاج المشاكل اللي هي بتاع الغضاريف دي، تمام. ايه هو الكايرو براكتس وازاي بيعالج الحاجات دي؟ الكايرو براكتس هو هقول لحضرتك هو ده انت بترقع مثلا لو في مشكلة، ده بيبقى بيجيب نتائج كويسة جدا مع الناس اللي عندهم روتيشن في فيرتبرا، يعني الفقرات لفت نتيجة شغل وضعه أو شغله أو حركة غلط عملها أو شيلة غلط، فالفقرات بتلف بيحصل فيها تعليقة تلف وما ترجعش تاني، فبتعمل لك ألم لما تسمع طرقعة في ظهرك كده، حاجة شنكلت ووجعاك وتفضل مقلماك كذا يوم، دي اللي بيجيب معانا نتائج كويسة جدا الكايروبراكتس. انت بتطرقع ظهره، ده بتطرقع بطريقة معينة لكل مثلا فقرة معينة ليها طريقة عشان تطرقع الفقرة دي. مش الطرقعة دي غلط على الفقرات؟ لا لما حد يعملها لنفسه دي غلط، وممكن كمان تعمل شلل هي لو الطرقعة دي بتبقى في الغضاريف ولا الطرقعة دي لا في الايه الترقعة دي بالظبط؟ ما بين الفقرات ما بين الجوينت، ما بتبقاش في الغضاريف، وبتجيب نتائج كويسة بتجيب الطريقة نتائج دي؟ هايلة ووقتية. السيشن بتاعت الكاربريكس دي ما تتعداش 5 دقايق. 5 دقايق للجسم كله؟ لا احنا أو بنتكلم على الباقي دلوقتي مش الجسم يعني كله، الظهر كله في 5 دقايق؟ ممكن في 5 دقايق 7 دقايق بكتير. وبتجيب نتائج في ساعتها بتجيب ولا؟ نتائج، وفي طبعا هي مش بتبقى يعني بتكلم عمليه الطرقعه في 5 دقائق بس، انت عشان تاهل الفقره اللي هي تبقى الماسل اللي جنبيها ريلاكس وتعرف تطرقعها دي بتاخد وقت بعد طبعا. اذنك يا دكتور معانا اتصال. استاذه امل اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم. لو سمحت انا عندي 43 سنه وكنت من 20 سنه كده وقعت على السلم، وبعدين عملت علاج طبيعي ورقت شويه، وبعدين من 2 سنين بالظبط رجع لي الوجع تاني وبدات اعمل علاج طبيعي، يعني 12 جلسة في 12 جلسة في 12 جلسة، بس دلوقتي المشكلة وعملت أشعة رنين، والمشكلة دلوقتي إن أنا مش بقدر أقعد، يعني لو قعدت ما بقدرش أقوم، في آخر آخر فقرات الظهر من تحت ما بقدرش أقعد خالص. هو حضرتك وقعت على ظهرك ولا ايه اللي حصل؟ وقعت على يعني على السلالم، خدت السلالم كلها كده على ظهري. حضرتك طب سأل. حضرتك عملتي عمليات في ظهرك؟ كان في كسر في الفقرات او عملت لا تثبيت لا فقرات او اي حاجه؟ ساعتها ما حصلليش حاجه، انا عملت بس مجرد علاج طبيعي كده ورقت. تمام. دلوقتي المشكله بس حضرتك ما بتعرفيش تقعدي. ما اقدرش اقعد، ويعني الدكتور قال لي وزني زياده شويه، انا طولي طويله يعني 170 ووزني 90، الوزن بس هو 90؟ قال لي تقللي الوزن شويه، بس انا يعني كل ما احاول اقلل ارجع تاني عشان يعني ما اقدرش امشي كتير. تمام. ماشي يا استاذ امل، شكرا. هي الخطوة رقم واحد فعلا حضرتك لازم تقليل الوزن، انت كده تقريبا زيادة 20 كيلو، الكيلو الواحد زيادة في البطن بيسمع 10 كيلو في الظهر، فلازم اول رقم واحد نقلل الوزن، بعد كده هتعملي علاج طبيعي. العلاج الطبيعي مش جاست اللي هو اجهزة بس، العلاج الطبيعي اللي انت
بيكون فيها تمارين وحركات معينه بحيث انت تفكي عضلات ظهرك، مش بس تعملي يبقى العلاج الطبيعي اللي هو بتروحي تعملي الهوت باكس والالترا سونيك والتنس، ده لوحده مش هيكون كفايه، لازم يكون حاجه ادفانسد اكتر من كده. هي الوقعة دي بيبقى لها علاج او هي عملت حاجة مشكلة في هي العضلة الوقعة دي تخليها اشتهرت حاجة بقالها سنين، هي بتتكلم وقعت من فترة، تمام؟ من فترة بتقول من 10 سنين تقريبا؟ بالظبط. فدي زي ما بقول لك، الواحد بيقع يبقى يحصل له مشكلة، يهملها الدم بقى كويس، وتبدأ المشاكل تيجي معاها واحدة واحدة. أكيد ألم ظهرها ده بيجي لها كل فترة بس بنسبة قليلة، وهي بتهمله، فالمشكلة زادت معاها بعد كده لما هي فضلت في الآخر خالص لغاية ما المشكلة بقت في قمة وجعها. هو حضرتك التغذية ليها علاقة بالموضوع ده او الوزن او الكلام ده؟ طبعا الواحد لما يكون وزنه مثالي ده بيكون احسن، مش بس على فقرات ظهرك، على فقرات الركب، على كل حاجه. فلازم طبعا يكون وزن الواحد مثالي ويمارس حضرتك رياضه. قلت الوزن كيلو مش عارف زيادة لو بقى. لو انت بطنك كده، لو واحد ليه كرش، تمام، ده بيزود الاردوس، بيزود الكيرف بتاع اللمبر، فبيسمع على الظهر جدا. بيزوده ازاي يعني؟ بيشد العمود لقدام ولا ايه اللي بيشد بيحصل؟ بيزود الانحناء. انت كده كده الطبيعي بيكون في حاجه اسمها لامبر كيرف، تمام، فانت لما الواحد لما بيكون عنده كرش فبياخد الكيرف نستأذن ده اكتر. حضرتك معانا بس اتصال. ام محمد اتفضلي. الو، الو، السلام عليكم، اتفضلي يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم، معاك دكتور محمد هنا. عاوز اسال الدكتور بس، ما بقى قاعده واجي اقوم اقف بحس بترقعه في ركبي ورجلي، ما بقدرش ادوس عليه. ماشي يا فندم. الو، تمام يا فندم، تمام. ماشي. هي ترقعة في الركب دي لو من غير ألم يبقى ترقعة ماشي عادية. فندم. مشكلة غلط. الترقعة لو بألم دي يكون في أكيد في مشكلة في غضاريف ركبتها أو في الجوينت ذات نفسه، أو عندها خشونة. ده لو الترقعة بألم في الركب في برضو الركب، تأثر، الغضاريف تأثر مع الركب؟ لا غضاريف الركب احنا بنتكلم دلوقتي، هي مشكلتها بعيد عن بتقول الظهر. لما تيجي تقعد بيبقى في وجع في الظهر لما وفي الركب. هي قالت في الظهر، في الظهر وفي الركب. ده ممكن يكون نتيجة ألم أسفل الظهر عندها أو في غضروف أو حاجة، لكن أنا بتكلم لو هي بتتكلم على ترقعة في ركبتها، ده ممكن يكون عندها خشونة في الركبة، فهي اللي بتسبب لها الموضوع ده، وما بتقدرش تقف على رجلها. لو في كومبريشن، لو في ضغط على العصب اللي من ظهرها، هيعمل لها مشكلة فعلا من كتر الضغط. لو فضل بقى، لو موجود بقاله فترة، بيعمل الماسل ويكنس، يعني العضلات بتضعف، عضلات رجلها كمان تضعف، الغذاء ما بيبقاش وصل لها كويس. طب وتأثير، نرجع بقى لسؤالنا، تأثير التغذية على العمود الفقري وعلى تمام الوزن الزيادة بيأثر في العمود الفقري والمشاكل بتاع الغضاريف ولا تمام ايه تأثير ده؟ ايه تأثير الوزن على المشكلة دي؟ يعني ازاي بيأثر معايا؟ الوزن الزايد ما بيبقاش صحي، هو بيأثر على كل حاجة مش بس بيأثر على ظهرك. فأنت لازم الواحد يتحكم في وزنه، يعني يمارس رياضة بصفة منتظمة، يوم أو يوم لأ، على الأقل كل يوم نص ساعة مشي، ده المطلوب من أي شخص. مش يعني انا هقول لك ممكن يجي لحضرتك عيان عنده مشكلة في الغضاريف تمشيه على رجيم الاول تنزله ولا بتعمل لو وزنه زيادة، لو وزنه اوفر، لازم يمشي على نظام غذائي. بيمشي مع نظام على غذائي نظام الاول ولا غذائي مع الجلسات ولا لا، الاول يمشي على نظام غذائي، لما يبدأ يخس ساعتها ممكن نعمل له جلسات عشان يقدر يتجاوب مع عشان الجلسات يقدر يعني ويجيب يتجاوب. نتيجة؟ بالظبط. ماشي يا محمد. ومشكلة الفقرات دي ناس كتير بتشتكي منها يعني، بس تمام. للأسف محدش لاقي حد يوجهه، فإزاي الواحد مثلا يبقى عنده مشكلة ويقدر يحكم ان هو يروح فين او يروح لدكتور ايه او يروح انهي دكتور اللي ممكن يريحه؟ ده إزاي العيان يقدر يكتشف الموضوع ده ويتوصل لدكتور العلاج الطبيعي؟ هي يعني غالبا دلوقتي العيانين الحمد لله بقى عندهم الخبره، اللي هو يكون ظهره تعبه او حاجه، او حاجه بسيطه، او هو شايف الموضوع مقيمه اللي هو حاجه بسيطه، فهو بيتجه الى دكتور علاج طبيعي او بيتجه الى دكتور العظم او مخ والاعصاب. يعني هو ممكن يجي واحد يحس ألم بظهره ويروح لدكتور العلاج الطبيعي؟ بتحصل كتير، يعني في ناس ما بتبقاش محتاجه تلف اللفه، تروح الاول لدكتور مخ واعصاب او دكتور عظم ويحول. تمام. دكتور العظم بيبقى عنده فكرة عن ان انت بتعمل ايه في العلاج الطبيعي ولا هو بيحوله لمجرد التجربة بس ويشوف؟ لا، هو في طبعا دكاتره تبقى عندها خبره وبالتعامل معانا، وبقينا بنتعامل معاهم زي تيم ورك، فبالتالي بيبقى عارفين ايه اللي هيحصل، يعني بيديني العيان بيسلموه لي فتره، وعارف بعد الفتره دي ايه اللي بيحصل معاه، وبنشتغل بنظام تيم ورك، فنكون مظبطين كل حاجه مع بعض. هو عارف انا بعمل ايه،
وانا عارف برضه هو بيعمل ايه ومظبطين الادويه، فبحيث اللي ما يحصلش كونفليكت في اي حاجه. وحضرتك بعد ما بتعمل مع العيان لو ما جابش نتيجة بترجعه له تاني؟ لو ما جابش نتيجه فعلا، مثلا لو جالي انا جالي قبل كده عيان عنده غضروف وما جابش نتيجه، لكن جاي لي خلاص في اخر درجه وعنده دروب فوت وما جابش نتيجه، ففعلا رجع وعمل عمليه والحمد لله يعني كويس. العلاج ده ما ينفعش بس غير في المرحلة الأولى، ما ينفعش يعالج لو ينفع لغايه المرحله الثالثه طول ما الغضروف متصل البوزيشن ينفع، لو الغضروف مقطوع بقى الجزء الضاغط على العصب ده مش متصل ده تقريبا بقى هما لازم كام عمليه. مرحلة بالظبط اللي ممكن يبقى يحصل فيهم مشاكل دي؟ 4 مراحل. فهو يجي في المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة دي يبقى خلاص لازم يعمل لما عملية. بيكون حصل، ما انا بزوق قلت لحضرتك لما يكون حصل كومبريشن على موتور نيرف على العصب الحركي وعمل دروب فوت تمام، ده بيبقى بنجرب مع العلاج الطبيعي، ما بيبقاش مضمون زي في الاول لو كان جاي وهو تنميل بس او حرقان او وجع او سيخ، يقول لك سيخ ماشي في رجلي كل ده اوكي، ده كل ده على العصب الحسي فممكن ده يجي معاه نتيجه كويسه جدا. حضرتك برضو ما قلتليش ليه ممكن مشكلة الفقرات تأثر هتجيب شلل في الرجلين؟ الشلل في الرجلين هقول لحضرتك، هي العصب بيكون الغضروف بيكون ضاغط على العصب تمام، فلما بيضغط على العصب بيقلل وصول الاشارات ليه، فبيعمل لك احساس التنميل او تنجلم في الاول، بعد كده لو فضلت سايبه واهملت الموضوع ده بعد فتره ما بتقدرش تحرك، بيحصل ماسل ويكنس، ما بتقدرش مشط الرجل ده بيكون في الاخر ما بيقدرش يرفع مشط رجله فوق تمام، فبالتالي الاشارات اللي ما بتبقاش توصل للعصب الحركي. احنا بنشكر الدكتور محمد ان هو شرفنا النهارده وقال لنا على المعلومات الكويسه دي اللي تفيد الناس، ونتمنى نشوفه ان شاء الله في لقاء تاني. شكرا جزيلا والى اللقاء. الله يحفظك.